بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم في حلقه جديده من برنامجنا المطبخ على تلفزيوننا الممتع والامتع دائما بمشيئه الله تلفزيون الحياه. النهارده هنعمل لكم حاجات نتمنى يا رب تحوز اعجابكم وتبقى سلسه كده وجميله وطعمها مختلف. اول حاجه هنعملها هنعمل قالب كفته باللحمه. كفته باللحمه هنشوف المقادير وبعد كده نشوف هنعملها ازاي. اول حاجه عندي نص كيلو، كيلو الا ربع، من نص كيلو لكيلو الا ربع من اللحمه المفروم الاحمر. عندي نص كوبايه من البقسماط، عندنا بصلايه مفرومه واثنين بيضه ومعلقتين صلصه طماطم وعودين من الكرفس ومعلقتين من الزبده، وكمان عندنا رشه بهارات وكوبايه من الزيتون الاسود، هو مش مفروم هنفرمه دلوقتي، وعندنا كمان نص كوبايه من المرق. هقول تاني المقادير علشان خاطر تكتبوها لان الاكله دي هتعجبكم ان شاء الله. اول حاجه نص كيلو من اللحم المفروم، ممكن يكون كيلو الا ربع او كيلو زي ما انتم عايزين حسب القالب بتاعكم وحسب العدد افراد الاسره. عندي نص كوبايه من البقسماط بس طبعا هنضاعف الكميه. عندي بصلايه مفرومه وعدد اتنين بيضه ومعلقتين من صلصه الطماطم ونص كوبايه من المرق وعودين من الكرفس المفرومين ومعلقتين زبده ورشه بهارات وكوبايه من الزيتون المفروم. طبعا الزيتون سليم اهو بس مخلي، هنفرمه دلوقتي، ما رضيتش افرمه غير اما نشتغل مع بعض. اول حاجه هنعملها ايه؟ هنجيب بول كبير كده وهنجيب اللحمه كلها مره واحده اهي، حط عليها البقسماط، حط عليها البهارات، نحط عليها البصل، الزيتون، الكرفس، هنحط البيض بس في الاخر، والزبده هنسيحها في طاسه صغيره عشان هقول لكم هنعمل بيها الزبده دلوقتي ايه، وكمان المرق بنسخنه، نص كوبايه المرق بتبقى سخنه. يبقى انا كل المكونات حطيتها مع بعض ما عدا معلقتين الصلصه وما عدا البيضتين وما عدا الزبده بسيحها، وهناخد مع بعض كده نعمل ايه؟ نخلط الخليط ده ونفرمه تاني، نعيد فرمه بس بعد ما نديله شويه صغيره من الملح لان عند الزيتون فيه ملح، وشويه من الفلفل ونقلبه مع بعض. ايه المكونات اللي هنا؟ اللحمه بتاعتنا مع الزيتون مع البقسماط مع الكرفس مع البهارات كله مع بعضه، شويه ملح وفلفل والبصل، وهنروح على المفرمه نفرم كل الخليط ده مع بعضه ونشوف شكله دلوقتي بعد ما نفرمه كده. زيتون مع البصل مع اللحمة مع البقسماط مع البهارات كل ده مع بعضه مع الكرفس، الكرفس بيدي طعم تاني مختلف، كله فرمناه. أول ما هيخلص الفرم هعمل إيه؟ هضيف عليه على طول البيض. موضوع سهل قوي، طعمه هيبقى حلو جدا لأن في شوية نكهات مختلفة. نفضي بقى كل الكمية مرة واحدة وهتطلع معاكم قالب كفتة أو فورمة من الكفتة كده تتقطع، طعمها حلو جدا وشكلها حلو قوي. كمان هتستوي في حاجة هتعجبكم برضو دلوقتي، هتستوي في شوية من صلصة الطماطم مع المرق. مين معانا؟ يا أستاذة سهير. أيوة أنا سهير محمد، أنا الشيف يوسف يا فندم. أيوة الشيف يوسف، أهلا بحضرتك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عاوز البط افندم، بط بالبرتقال لو سمحت. من عينيا حاضر. حاجه تانية؟ بشكرك على اتصالك، هقول لك حاضر على البط بالبرتقال كده. خلاص خلصنا، نفصل المكنه ونشيل المفرمه وناخد اللحمه بتاعتنا كده نضيف عليها كده بقى ايه؟ البيض، عدد اتنين بيضه، ونقلب كله مع بعضه. يبقى احنا كده عملنا الخليط بتاعنا، فرمنا الزيتون مع البصل مع الكرفس مع البقسماط مع الملح والفلفل كله فرمناه، وفي الاخر ضفنا عليه عدد اتنين بيضه. بقى شكل البيض كده، شكل البيض، عايز فرشه من فضلك؟ شكرا. شايفين شكل الخليط اهو بعد ما ضفنا عليه البيض؟ عجينه رخوه اهي قدامنا. خلاص مش محتاج ده، خلاص هنجيب القالب بتاعنا اهو ونجيب الزبده اللي احنا سيحناها ندهن بيها القالب في كل الاتجاهات كده، يعني نغرقه زبده من كل الحروف بتاعته
وبعد ما هنغرقه زبده من كل الحروف لسه في حاجه تانية هقول لكم عليها دلوقتي. بعد كده هناخد الخليط نحطه في القالب مره واحده اهو، وبعدين هنجيب المرق هندوب عليه، ناخد نص كوبايه، سوري هات لي بوله يا سعد من فضلك. اول هننزل الخليط بتاعنا اهو زي ما هو كده بنفس الشكل كله في القالب، ونضغطه نخليه متساوي يعني نسويه بعد ما دهناه بالزبده. انا عندي معلقتين من الزبده انا مسيحهم، معلقتين من الزبده انا مسيحهم، طبعا انا مش هرميهم، انا هحطهم دلوقتي على ده عشان نعمل له عمليه تغليف خارجي بالزبده ويديني نكهه كمان. شايفين انا سويته كله اهو، بعد ما سويته نحط عليه بقيه كميه الزبده اللي هي بقيه المعلقتين، وبعدين هنجيب زي ما قلت نص كوبايه المرق مع بقيه اهي مع معلقتين صلصه الطماطم، ونقلبهم كده لغايه ما يدوبوا. يبقى صلصه الطماطم خدت نكهه المرق اللي فيه البصل وفي الجزر وفي الكرفس وفي كل الحاجات دي اهو، بقى لها نكهه ومذاق. احنا قلنا نص كوبايه من المرق مع، وتكون سخنه دافيه علشان اول ما ادخلها الفرن، هنحط ده كمان على الوش وندخل الفرن لغايه ما يستوي معانا، وان شاء الله نطلعه نوريكم شكله بعد ما يستوي. هرجع اذكركم تاني احنا عملنا ايه، حطيت اللحمه مع الكرفس مع البقسماط مع البهارات، وفرمت كله مع بعضه مع كوبايه كبيره من الزيتون، يعني حوالي ربع كيلو من الزيتون الاسود المخلي. بعد ما فرمت كله ضفت عليه البيضتين، تبلته شويه ملح بسيط لان الزيتون فيه ملح، وحطيت له شويه فلفل، خلطته حطيته في القالب. بعد ما دهنت القالب بشويه من معلقتين الزبده والباقي حطيته عليه بقى الزبده، وبعدين خدت معلقتين من صلصه الطماطم مع نص كوبايه من المرق غطيت بيها وادخلها الفرن لغايه ما تستوي. على بال ما تستوي هنستاذنكم عشان ناخد فاصل، بعد الفاصل ان شاء الله هنشوف القالب بتاعنا ده شكله عامل ازاي، وان شاء الله يستوي معانا وهوريه لكم. وبعد ما نرجع كمان من الفاصل هنعمل اكله من الصين حلوه قوي معاها فرايد رايز بطريقه مختلفه، ولكن بعد فاصل سريع خليكم معانا. لكم بعد الفاصل، قبل الفاصل عملنا مع بعض قالب الكفته او الكفته في القالب، طعمها هيعجبكم جدا جربوها. هي بتستوي بدات تغلي جوه لان الصوص اللي احنا حاطينه صوص الطماطم مع المرق مع الزبده خلاها دلوقتي من جواها بتستوي وبتغلي، عشان لو حابين تاخدوا شويه صوص جنبها هتلاقوه جاهز يعني. تعالوا بقى نشوف اكله صيني حلوه قوي، هي جمبري ولكن جمبري بالاناناس. اول حاجه عندي كيلو الا ربع من الجمبري المتنضف بالديل، كيلو الا ربع من الجمبري المتنضف بالديل، وعدد اثنين بصله متقطعين شرايح، وعندنا جزرتين متقطعين شرايح، وثلاث سمرات فلفل الوان، 150 جرام من المشروم الشيتاكي هوريكم شكله دلوقتي وهو ناشف وهو منقوع وهو متقطع، كمان عندنا معلقتين من الجنزبيل المفروم وخمس شرايح من الاناناس، ونص كوبايه من عصير الاناناس، معلقتين صويا صوص، ومعلقه زيت سمسم، ربع كوبايه كاتشب، ومعلقه من السكر البني، وكوبايه مرق، ومعلقتين كورن فلاور. خلاص هقول تاني، عندنا هنا 3 ارباع كيلو من الجمبري، بصلتين متقطعين شرايح، وجزرتين، وثلاث فلفلات، وقرن فلفل حامي. عندي خمس شرايح من الاناناس متقطعين، و150 جرام من المشروم الشيتاكي، وهنشوفه دلوقتي وهو ناشف اهو. ده بيتباع كده ناشف زي ما هو، لان الحاجات اللي دايما بتبقى زراعتها صعبه فبيجففوها دايما لان بتطلع في موسم معين، وبعد كده بتتنقع تاني في الميه بتبقى بالشكل ده، ولما بتتقطع بتبقى بالشكل ده. انا حبيت اوريكم الثلاث اشكال. وبعدين عندنا نص كوبايه من العصير الاناناس، عندنا كمان معلقتين او ربع كوبايه من الكاتشب، معلقتين زيت سمسم، ومعلقتين صويا صوص، ومعلقه سكر بني، وفصين ثوم، وعندنا كمان معلقتين من الجنزبيل، ومعلقتين من الكورن فلاور او النشا، وكوبايه مرق. هنقدمه مع فرايد رايز. فرايد رايز ممكن تكتبوه وممكن تفتكروه، يعني انا مش كاتبه بس ممكن نكتبه دلوقتي بسرعه. هو عباره عن نص كيلو من الرز البسمتي مسلوق، نص كيلو من الرز البسمتي لسه سخن اهو، عندي ربع كيلو من الجمبري المتقطع قطع صغيره، معلقتين جنزبيل، معلقه زيت سمسم، بصلايه نص كوبايه،
من البسلة وجزرايه متقطعه مكعبات ومعلقتين من الكزبره الخضراء واخيرا عدد 2 بيضه. تاني المقادير: نص كيلو من الرز البسمتي المسلوق، عندنا جزرايه متقطعه مفرومه صغيره، وربع كيلو من الجمبري متقطع صغير، عدد 2 بيضه وبصلايه وحوالي نص كوبايه من البسلة ومعلقه زيت سمسم ومعلقتين جنزبيل واخيرا معلقتين من الكزبره الخضراء. احنا هنعمل كل ده الاول وبعد كده نعمل الرز لوحده. اول حاجه هنعملها ايه؟ هناخد الجمبري وفي نفس الوقت هناخد الخضار. هناخد معلقه من الزيت على الطاسه السخنه ونروح نحط الخضار بتاعنا، بصل وجزر اولا. ليه بصل وجزر اولا؟ لانهم بياخدوا وقت اطول سنه. بعد ما نحطهم كده هنجيب اهو نقلبهم كده تقليبه يتبلوا، بعد كده ننزل الفلفل عادي والفلفل الحامي. يبقى انا حطيت كل الخضروات هنا اهو، وهنقلب تقليبه ونروح على الطاسه الثانيه. الطاسه الثانيه هنحط برده شويه زيت صغيرين، طبعا في زيت سمسم. هتقول لي ما حطيتوش ليه؟ لا، انا بحطه في الاخر عشان يديني النكهه. زيت السمسم بنحطه دايما في الاخر علشان يديني النكهه. هنا بقى هناخد ايه؟ هناخد في الطاسه الثانيه بالراحه كده الاناناس اهو، واحده سليمه، ودول متقطعين. انا عايزه يبقى جريل، يعني لونه محمر شويه، فهنحطه كده في الزيت لغايه ما يديني اللون. طبعا ما حطيناش لسه الجمبري، الجمبري اخر حاجه هنضيفها، بياخد بالظبط ثواني معدوده. ادي الاناناس بتاعنا متقطع، وحطينا شريحه لوحدها، انا ممكن اخدها لوحدها على شوايه تاخد وقتها براحتها، و عشان ده يعني هيلون سريعا. شايفين الاناناس اول ما هيلون معايا، وعندي الخضار اهو بدا يلون. كده خلاص الخضار، شويه ملح صغيرين ونقلبه تقليبه. خلاص انا مش عايز ازود اكتر من كده، عايز الخضار يبقى الدنتي. الدنتي كده، الدنتي دي بالايطالي يعني بيقرمش بيتكسر، بنحس كده زي المكرونه عاده اما بنيجي نسويها كلنا بنسلق المكرونه ونسيبها شويه او نغسلها بالميه، لما نيجي نقدمها بتلاقوها كلها لازقه ببعضها. ليه؟ لانها استوت اكتر من اللازم. لكن احنا لما لو اتعملت ايطالي صح هتاخد وقتها اللي هم من 8 ل 9 دقائق، هيبقى فيها من جواها شعره صغيره كده تحس ان هي نيه، اول ما بتتحط على الصوص بتاعها بتتشرب بيه، بتستوي الشعره دي، تلاقوا المكرونه واقفه سليمه عدله مش ملزوقه ببعضها كده. زي ما انتم شايفين الاناناس خد اللون اللي انا عايزه، لون معايا. نيجي بقى نحط هنا، نصفي شويه العصير بتاع المشروم ده على جنب وناخده هنا. ده المشروم اللي هو اسمه المشروم شيتاكي، موجود في الاماكن اللي بيبيعوا حاجات الاكل الصيني في الماركت الكبير. ده توم والجنزبيل والسكر البني، كل ده برضو لسه ما دخلناش عند الجمبري خالص خالص. ده احنا كده شغالين في عده حاجات مع بعض، حطينا الاناناس، حطينا المشروم، المشروم اصلا منقوع في الميه، والاناناس خد اللون اللي انا عايزه او يعني نشف شويه من ميته. وبعدين هنبدا نحط بقى بقيه المكونات بتاعتي. ناخد الجمبري على طول اهو بقى كده واحنا مطمئنين، لان اللي جاي ده مش هياخد ثواني في الشغل اهو كده. وبعدين نديله بقى شويه ملح كده صغيرين، لان الصويا نفسها فيها نسبه ملح، الصويا فيها نسبه من الملح. عايز اقول لكم ملحوظه بقى، في الاكل الصيني بالذات بتلاقوا كميه الخضروات تضاعف كميه البروتين مره واتنين. يعني هتلاقوا ان الجمبري هنا لو كان كيلو الا ربع، فانا عندي كميه من الخضروات تعمل لها حوالي يمكن كيلو ونص او اكتر. يبقى انا كده خدت معايا خضروات كتير جدا، وخدت برضو البروتين اللي انا عايزه. احنا عندنا بقى في مصر وفي العرب العكس، كميه البروتين اكتر كتير جدا من الخضروات. كده نحط الصويا، نحط الكاتشب،
عصير الاناناس عشان يعادل معايا مع السكر البني، واخيرا هنا المرق ما عدا شويه. ليه شويه دول؟ هعمل بيهم الكورن فلاور بتاعنا عشان نعمل ماده الربط. يعني ايه ماده الربط؟ يعني ناخد كده الكورن فلاور اهو، نحط عليه شويه من المرق. طب المرق ده لونه بقى بيج كده ليه؟ اقول لكم ليه، لان انا عملت حطيت عليه الميه اللي انا كنت ناقع فيها المشروم عشان ياخد ريحه المشروم. انا ما بسيبلكوش اي ملحوظه بتفكروا فيها غير ما بجاوبكم عليها دلوقتي على طول قدامكم كده. يا استاذه ناردين قلبنا النشا. اهلا بك، اهلا بك يا استاذه ناردين. ازيك يا شيف، عامل ايه؟ الحمد لله انا كويس وبخير، طول ما انتم بخير. الحمد لله، انت ايه اخبارك؟ انا بخير والله، نحمد ربنا. احنا بنشكرك بجد كتير قوي يا شيف على يعني على الحلقات بتاعتك الجميله دي، وعلى هدوء حضرتك وانت معانا على الهواء مباشره كده. ربنا يخليك، ربنا يكرمك بجد. يعني بجد قناه جميله جدا، انا تاني مره اتفرج عليك بس بصراحه ايه ده بس؟ اقتنعت بيك جدا. تاني مره بس؟ اه تاني مره. أنا بس انا كده زعلان. لا لا مش بس انا ما تزعلش، انا حرضت عليكي يا استاذه ناردين. يا شيف بجد على الهواء، انا واثق، انا واثق ان انت مش هتبطلي فرجه بقى، يعني هتتفرجي على طول ان شاء الله. استاذه ناردين ليكي سؤال. ربنا يخليك لينا يا شيف، ونتعرف على الاكلات الجديده ديت يا رب على طول دايما. مالكيش اي سؤال في المطبخ؟ انت بتطبخي كويس؟ ميرسي يا رب يخليك يا شيف. ربنا يخليك. انا طبعا بقول لحضرتك اتفضلي اتفضلي سامعك. كنت عايزه اسالك بس على الفراخ المشويه اللي هي بتبقى قطع صغنطوطه دي اللي بشويها على الفحم. حاضر. بعملها تملي بتبقى نيه معايا وبتتحرق على طول. عينيا. حاضر. حاجه ثانيه؟ تحت امرك. الله يخليك، بشكرك على اتصالك، وطبعا انا سعيد بانك تابعت البرنامج ودي ثاني مره واتصلت بينا بعد ثاني مره. الفكره اللي فرحتني انا واسعدتني ان هي ثاني مره تتفرج عليا، فاتصلت بيا بعد ثاني مره. لو هي اتفرجت مثلا بقالها سنين ولسه قايمه تتفرج ممكن تكون كسوله شويه، معلش، لكن انا بتكلم ان بسرعه لفت نظرها الموضوع فاتصلت. ده شرف ليا طبعا، الحمد لله رب العالمين، وان شاء الله تبقى من المتابعين دايما للبرنامج. كده الصوص بتاعي بيغلي، الجمبري كده دخل في السوى، ممكن احط بقى الكورن فلاور او ماده الربط وانا شغال بقلب اهو. ما نحطش كل الكميه، ليه؟ لان لو حطيت كل الكميه ممكن يتقل معايا، انا مش عايزه، انا حسب الكثافه اللي انا عايزها. يعني ايه؟ يعني حسب كثافه الصوص. انا شايفه كده بقى اما يغلي هيبقى الكثافه بتاعته او التقل بتاعه كويس، يبقى خلاص مش عايز ازود له تاني. حسيت انه خفيف شويه، في ايديا ان انا ازود شويه تانيين من الكورن فلاور مع المرق اللي انا مدوبه ده. شايفين اللون بتاع الصوص عامل ازاي؟ مش عايز اقول لكم بقى طعمه هيبقى شكله ايه. كمان هنرجع كده نضيف الخضار اللي احنا سويناه عليه ونقلب كله مع بعضه. في نفس الوقت هنجيب هنا طاسه تانيه عشان نعمل الفرايد رايز، الفرايد رايز، شوية من الزيت وبعدين اهو. اول ما يسخن معانا، شايفين الصوص عامل ازاي؟ اهو خلاص انا مش محتاج اكتر من كده، هركنه على جنب علشان كده استوى الطبق بتاعي بالشكل ده، وناخد كده على جنب يا مدام اجلال، وتعالوا معانا نعمل الفرايد رايز. الفرايد رايز. لك يا شيف يسري. نعم اهلا بحضرتك. اهلا بيك. اتفضلي يا شيف يسري. انا زعلانه منك قوي. ليه يا فندم؟ بس انا بعزك جدا وانا كمان جدا. انا كمان ولكن انت ما سالتش، يعني انا مره طلبت من حضرتك بتاع ده الليست يتخلل ازاي، ما ردتش عليا. هقول لك حالا 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 وانا بعتذر. وسؤال كمان لو سمحت لي. اتفضلي. لو سمحت لي، الفته اللي حضرتك عملتها اللي هي بالمشروم وبالعيش البلدي تجاني، لو سمحت لي عايزه اسمعها تاني. حاضر من عينيا، وان شاء الله لو المقادير جاهزه هنزلها لك. ودلوقتي هقول لك على الليفت واحنا شغالين، بس بعد ما اعمل الفرايد رايز. اول حاجه الزيت السمسم هنحط هنا شويه على الريحه على الجمبري، وبعدين هناخد هنا بقى، خدنا معلقه زيت، احط اول حاجه البيض ونقلب سريعا، البيض ونقلب سريعا. شايفين؟ خلاص استوى البيض، البصل، بعدين الجمبري والجزر زي ما بيعملوا في الصين بالظبط. بتبقوا واقفين تلاقوهم بيحطوا كل الحاجات مع بعض كده، طبعا لان كل الميزان بلاس جاهز او كل الحاجات متجهزه. وزي ما قلت
لازم تبقى الحاجه بتقرمش، يعني كلنا هنقول يا خبر ابيض ده الجزر ني، لا مش ني، البصل ني، لا كله دبل في النار، وبس في نفس الوقت طعمه صحي، طعمه كمان يتاكل. البسله المسلوقه الحاجه الوحيده اللي لازم تبقى مسلوقه، البسله، واخيرا الجنزبيل. وناخد الرز نقلب كله مع بعضه كده، ونقوم ضايفين عليه الكزبره الخضراء. ده الطبق ده بيتاخد جانبي جنب اكلات كتير جدا اهو. بعد ما نحط كده اخر حاجه زيت السمسم عشان تبقى ريحته لسه موجوده. مين معانا؟ يا استاذه فريده. الو، اهلا بيكي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اشكرك على كل حاجه بتعملها، ربنا يخليكي. وانا بقول لك انت يعني انا فخوره انك انت معلمي. شرف ليا بجد حقيقي، يعني انت حببتني في المطبخ وبعمل حاجات كتير حلوه جدا انت بتعملها لي. يا رب يخليك يا استاذه. وكل اولادي وجوزي مبسوطين منها جدا. الحمد لله. الحمد لله. شكرك جدا على كل حاجه بتعملها، واشكر ذوقك واخلاقك العاليه. الله يخليك يا استاذه فريده. مالكيش سؤال؟ انا كنت عايزه اعرف يا ترى لو ما لقيتش المشروم اللي حضرتك استخدمته ناخد مشروم عادي؟ المشروم العادي. ناخد مشروم عادي. وممكن تعيد لي الكفته اللي فاتت؟ احنا حاضر من عينيا. تحت امرك. بشكرك يا استاذه فريده على كلامك الجميل وعلى ذوقك. هجاوب سريعا على اللفت. بنجيب اللفت نغسله كويس قوي، وبعد ما نغسله بنقشره الحتت اللي هي ايه فيها شعر كده شعيرات، وبعد كده نقطعه التقطيعه اللي انا بحبها. يكون عندي شويه من الملح مع ميه، ميه وملح وشويه خل صغيرين جدا، اقوم حاطط اللفت في البطرمان ومغطيه بالميه والملح وشوية الخل. ممكن احط جواه قرن فلفل حامي، ممكن احط معاه واحدة بنجر عشان تلونه تخلوا اللون الروز، وبعد كده اقفل عليه ونسيبه لما يستوي وبالهنا والشفاء. طريقة سهلة جدا للفت المخل. هنغرف بس بعد ما نستاذنكم هناخد فاصل. بعد الفاصل انا كل اللي هعمله هبص كده على الله، ادي القالب اهو عشان بس تشوفوا كل حاجة قدامكم على الطبيعة. اهو اهو يا فوقش، ده استوى وده استوى وده استوى. كل اللي انا هعمله في الفاصل هغرف، علشان اما نغرف نبقى عاملين ايه، نقدم الحلو بتاعنا، والحلو بتاعنا سهل جدا. وبشكركم على كلامكم الجميل. استناكم بعد الفاصل. قالب الكفته، قالب الكفته. تعالوا بقى الصوص اللي ناتج عن التسوية نغرقه بيه كده شوية كده اهو، ونديله شوية على الجنب، ولما يهدى شوية ممكن نقطع منه شوية لو حابين، بس طبعا هنشوف كده لو قدرنا نقطع منه، لان طبعا لو اتقطع دلوقتي اللحمة هتفرول من بعضها. ده شكله اهو بالهنا والشفا. طبعا لازم تجربوه، لازم تجربوه، وان شاء الله تقولوا لي النتائج. اهو خدنا ده، وده الثاني، الطبق الثاني موجود معانا اهو. غرفنا الرز، غرفنا الجمبري، اخر واحده جمبري كمان بالهنا والشفا اهو. وهنقول بعد كده الحلو بتاعنا، والحلو بتاعنا برضو سهل جدا. هنا الفرايد رايز اللي احنا عملناه مع بعض في دقيقتين ونص، ما كملناش دقيقتين ونص، وده الجمبري بالصوص بتاعه زي ما انتم شايفين بالهنا والشفا. تعالوا مع بعض بقى نشوف الحلو بتاعنا، وان شاء الله الحلو يعجبكم برضو. ان شاء الله. شايفين اول حاجه عندي مقادير الحلو، هي عباره عن تارت الخوخ باللوز. تارت الخوخ باللوز، تارت الخوخ باللوز مقاديره سهله بسيطه. عندي هنا مقاديره زي ما انتم شايفين، طرت سابليه مستوي 100%، طرت سابليه مستوي 100%، مش 50% ولا حاجه. عندي كمان كوبايه من الكريم باتسري خفقتها مع كوبايتين من عصير الخوخ، كوبايتين من عصير الخوخ. وعندنا علبه خوخ كومبوت، علبه خوخ كومبوت، وعندي كمان نص كوبايه من شرائح اللوز المحمص، نص كوباية من شرائح اللوز المحمر المحمص قصدي، ونص كوباية من مربة المشمش أنا مدوبها مع شوية من المية. هقول تاني المقادير عشان تكتبوه. تارت سابليه زي ما قلنا مستوي 100%، كوباية كريم باتسري باودر اللي بتتباع في الماركت أو عند
الناس اللي بتبيع حاجات الحلواني، مخلوطة مع كوبايتين من عصير الخوخ، عندي نص كوباية من اللوز المحمص شرايح محمص، عندي كمان هنا علبة خوخ كومبوت، وعندي نص كوباية من مربة المشمش مدوبها مع شوية مية عشان التلميع، سائل التلميع. طبعا كتير جدا في حاجة، في جيلي تلميع موجود وفي الحاجات دي، لكن أنا بقول السهل الممتنع، السهل الموجود في السوق. أول حاجة هناخدها هناخد الكريم باتس اللي متدوب مع الستارت، ده لازم يتاكل على طول، لازم يتاكل على طول. لو انا حابب ان انا الطرت ده احتفظ بيه مثلا 5-6 ساعات، ادهن السابليه من تحت بشوكولاته. ازاي؟ هجيب شويه شوكولاته خام اسيحها في حمام ميه وادهن من تحت كده، علشان اما اصب عليه الخليط ما يخليش الكراست اللي تحت يدوب، لان ده فيه سائل، ما يخليش الكراست يدوب ويكسر لي السابليه. لكن لو هيتاكل في ساعتها ما فيش مشكله، يعني زي دلوقتي كده ان شاء الله هيتاكل على طول. خدنا لو مسير، طيب هنعرف الاسم دلوقتي يا استاذه او استاذ لو مسير، على بال ما الو شيف. اهلا، انا بحبك يا شيف. اشكرك اشكرك. انا كنت بس عايزه استصفر الخيار المخلل. حاضر. علشان لما انا بعمله تاني يوم بيبقى ابيض. حاضر. طب ابيض. حاضر. طب هسالك سؤال، انت اسمك لو مسير ولا انت اسمك لو مسير؟ الاسم فلوباتير. فلوباتير. فلوباتير يا ريس، مش لو مسير. اسمع كويس يا حبيبي. انا ازيك يا دكتور، منور يا فلو بتير، وانا طبعا سعيد باتصالك، وان شاء الله هجاوبك على الخيار المخلل. هم سمعوها تحت لو مسير، لو مسير، فانا استغربت الاسم يعني. تعالوا بعد ما خلصنا هنا الكريم باتسري اللي معاه الخوخ اهو، عملنا ايه؟ حطيناه في القالب بتاعنا اللي هو قالب السابلي، قالب السابلي مقاديره 200 جرام من الزبده، السكر البودره، سوري، 200 جرام من السكر البودره مع في المكنه مع 400 جرام من الزبده مع 800 جرام 600 جرام من الدقيق، يبقى 1 2 3. هقول تاني، 200 جرام من السكر البودر عليها 400 جرام من الزبده 600 جرام من الدقيق، لقيته لسه عامل كرامبل، ممكن اديله بياض بيضه، اديله صفار بيضه، ترجع صفار البيضه او بياض البيضه وشويه فانيليا. ليه؟ لو انا عايزه ناعم طري شويه هديله صفار بيضه، عايزه ناشف سنه هديله بياض البيضه. هنيجي بقى ناخد الخليط بتاعنا بعد ما حطينا كده كل الحاجات دي. يا فين الشوكه يا سعد؟ ناخد كده الواحده اللي في النص دي، نحطها في النص زي ما هي كده ونضغطها شويه. بعد كده ناخد الدوائر دي كده، واحده نص، والباقي ده كله ارباع كده اهي، نملى بيها الفراغات كده كده. شايفين بقى الشكل ان شاء الله هيبقى عامل ازاي، بس لازم نعدلها، وبعدين نجيب الباقي لغايه ما نخلص كل الكميه اللي عندنا. فضلت واحده، ممكن سعد ياكلها اهو. شايفين ده الشكل النهائي. هنعمل ايه بقى؟ هناخد شويه من اللوز الشرائح. يا مدام هيام، السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كل سنه وحضرتك طيب وقناه العائله كلها بخير. انتهزت فرصه النهارده عيد الحب. كل سنه وحضرتك طيبه. ربنا يخليك. وبقدم باقه ورد كبيره قوي قوي وبقدمها لكم في عيد الحب، وربنا يخليك يا شيخ يسري، وانت الاخ الرابع ليا. الله يخليك. وربنا يخليك ويخليك لعائلتك. اشكرك. وربنا يكرمك ويديك الصحه والعافيه ودايما منور قناه العائله. يا رب يخليكي يا مدام هيام، واحنا سعداء طبعا، وانا يشرفني ان انا اكون اخو حضرتك، طبعا شرف ليا كبير. هنرش بقى كمان رشه من اللوز كده عشان خاطر مدام هيام بقى. كل سنه وهي طيبه، وكل سنه وانت طيبه بمناسبه عيد الحب، يا اهلا بيكي. كده احنا خلصنا اكلنا، تعالوا بقى نجاوب على بضع اسئله او بعض اسئله زي ما بنقول. كان جالنا سؤال، احنا قلنا اللفت ودلوقتي هنقول الخيار
المخلل. خيار المخلل لو عايزين تعملوا اسرع خيار مخلل ممكن تاكلوه بعد 3 ساعات. هتاخد الخيار يتغسل كويس قوي ويتقطع شرايح تخينه، وبعد كده عندي ميه سخنه على النار، بعد ما تسخن تغلي احط عليها شويه ملح صغيرين ومعلقتين خل وعود كرفس، واقوم حاططها وهي بتغلي على الخيار واركنه على جنب شويه، بالظبط من ساعتين لثلاثة تاكلوا خيار مخلل. لو انتوا عايزين تعملوه عادي حطوا الميه بارده وحطوا فيه قرن فلفل حامي وممكن فص ثوم وغطوه، خلي الميه بتاعته ماليه البطرمان. ليه؟ علشان ما تعملش الريم اللي انتوا بتشوفوه الابيض اللي على الوش ده. بعد كده هتقعد يوم او يوم ونص ممكن تاكلوا منه. بصراحه بالمناسبه اختي العزيزه سحر عملت لنا خيار مخلل روعه، ربنا يديها الصحه ويقويها بجد بجد، هسالها على التكه اللي فيه. سحر دي تعتبر اختي المدام، فانا بعتبرها زي اختي بالظبط. بعد ما خلصنا كده عايز اجاوب على التارت اللي احنا عملناه او القالب ده. احنا عندنا فاصل يا نولي؟ طيب التارت كان او القالب بتاع الكفته كان عباره عن نص كيلو من اللحم المفروم الاحمر، نص كيلو من اللحم المفروم الاحمر، حطيت عليه نص كوبايه بقسماط، حطيت عليه كوبايه من الزيتون الاسود المخلي، حطيت عليه كمان عودين كرفس مفرومين ورشه بهارات وشويه ملح وشويه فلفل، وفرمت كله مع بعضه. بعد ما طلع معايا مفروم كله مع بعضه عملت ايه؟ ضفت عليه عدد 2 بيضه، وكان عندي معلقتين من صلصه الطماطم، زودت عليهم نص كوبايه مرق قلبتهم مع بعض، وقمت صابب على وش القالب مع الزبده المتبقيه عندي بعد ما دهنت بيها القالب، ودخلتها في الفرن. استوى بقى بالشكل اللي انتم شايفينه قدامكم ده. هنمسح بس حرف الطبق، هات لي منديل يا سعد من فضلك. خلاص الفوطه موجوده يا نقنق. احنا عندنا فاصل صح؟ طب ما انا لسه بقول انا اللي بفكرك. هناخد فاصل ونرجع لكم بعد الفاصل علشان خاطر نتلقى تليفوناتكم ونجاوب على الاسئله، والحمد لله جاوبنا على كل الاسئله. ولو لكم اي اتصالات او اي استفسارات انا منتظر تليفوناتكم بعد الفاصل. اتصالاتكم بعد الفاصل. قبل الفاصل ده قطعنا قطعه او اثنين كده من الكفته بتاعتنا مع نقطتين ثلاثه من الصوص بتاعنا الناتج عن التسويه، وده شكل القالب بعد ما قطعنا منه اهو. وعندنا كمان الجمبري مع الفرايد رايز، وعندنا التارت بتاع الخوخ مع اللوز المحمص. لو يا نقلي لو سمحت، كان عندنا فتت اللحمه بتاعت المشروم عشان كان جالنا سؤال عليها، لو جاهزه تطلعها. هي كانت عباره عن كيلو الا ربع، كيلو الا ربع من دي انا فاكرها، الله يديله الصحه مدير الانتاج بتاعنا الاستاذ علي عرام، كانت عاجباه قوي. كان عندنا كيلو الا ربع من اللحم الفيليه، لحم الفيليه متقطع شرايح. كمان عندي 4 ارغفه من الخبز حمصناهم سواء كان تحت الشوايه او في الزيت زي ما انتم عايزين، وربع كيلو من المشروم وبصلايه، وربع كيلو من المشروم وبصلايه، ومعلقتين زبده ومعلقه دقيق، وكوبايتين من مرق اللحمه، كوبايتين من مرق اللحمه المسلوقه، وعندنا كمان كوبايه كريمه وكوبايتين رز مسلوق وشويه بقدونس على الوش. عملنا ايه؟ خدنا اللحمه شوحناها خالص لغايه ما بدات تستوي معانا، قمت نازل عليها بالبصلايه الصغيره، وكمان نزلت عليها بالمشروم اتشوحت مع بعض، قمت نازل عليها ببقيه كميه الزبده والدقيق. اول ما لمت معايا قمت حاطط عليها المرق، سبتها تغلي لغايه ما استوت، وكمان المشروم شوحته وحطيته عليها بعد ما غلي مع بعض شويه. كان الصوص شويه خفيف مش تقيل قوي، مش عامل زي البشاميل، لا صوص انسيابي. خدت العيش المحمص، خدت شويه من الصوص ده صفيته وقلبته معاه عشان يتشرب، وقلت عيش بلدي ليه مش عيش شامي؟ علشان العيش البلدي شويه يقدر يستحمل الشوربه وهي سخنه او الصوص وهو سخن، لو عيش الشامي بسرعه هيهبط معايا. بعد كده غرفتها، حطيت العيش اللي هو اتشرب بالصوص، حطيت عليه الرز، حطيت عليه اللحمه وشويه من البقدونس على الوش. عندنا اسئله تاني؟ احنا كده خلصنا. احنا قلنا الكفته عملناها ازاي، تعالوا بقى نقول الفرايد رايز، لان الفرايد رايز جالنا عليه اتصال او حد سال عليه في الفاصل. عارفين اي حاجه عندكم، اي حاجه عندكم من الخضروات، اي حاجه عندكم من الخضروات ممكن تستعملوها في الفرايد رايز. يعني ما تتقيدوش بالكلام اللي احنا بنقوله حرفيا. ليه؟ هو عباره عن رز مستوي مسلوق
في ميه، بنضيف معلقه زيت، نحط بصلايه، نحط شويه من الجنزبيل، نحط عدد 2 بيضه، كل ده نقلبه مع بعضه. ممكن نعمله باللحمه، نعمله بالجمبري، نعمله بالفراخ زي ما بتحبوا، بس الاشهر بالجمبري والاطعم كمان. بعد كده بنحط عليه بسله وجزر ونقلب كله مع بعضه. في النهايه بنديله شويه كزبره خضراء مفرومه مع معلقه من زيت السمسم عشان الريحه. زيت السمسم النفاذ له ريحه وطعم حلو قوي. عشاق الاكل الصيني بيعرفوا يميزوا الاكله دي فيها زيت سمسم ولا لا، لانه هو له ريحه ومذاق مختلف. كمان الحلو بتاعنا كان عباره عن عجينه سابليه. عجينه سابليه عملناها طرت. بعد ما عملناها الطرت ده جبنا كوبايه من الكريم باتسري، كوبايه من الكريم باتسري، قلبناها مع كوبايتين من عصير الخوخ. دلوقتي الكريم باتسري بيتعمل في السوق، بيتباع في السوق جاهز باودر، لكن لو حابين تعملوه في البيت هقول لكم دلوقتي. بعد ما خلطنا ده مع بعضه حطيته في الطرت بتاعي، وقلت لكم لو احنا هنقدمها حالا هنحط دلوقتي، لكن لو هنأجلها لغايه بالليل مثلا هنجيب شوكولاته نسيحها وندهنها من تحت علشان خاطر ما البسكويت التحت او السابليه ما يبش ما يبدبش معايا من الصوص اللي عندي. بعد كده جبت علبه كومبوت خوخ، قطعتها بالشكل اللي شفتوه وحطيتها، وجبت معلقتين او ثلاثه من مربى المشمش، دوبتهم مع شويه ميه وصفيتهم وحطيت على الوش واديته اللوز المحمص وبالهنا والشفا. كده احنا الحمد لله جاوبنا على كل الاسئله. كان في حد بيسال على حاجه ثانيه يا نقلي؟ لا انت كنت حد كان بيسال على حاجه متهيألي. الفراخ المشويه صح، معلش عشان ما حدش يزعل. الفراخ المشويه احنا هنجيب فرخه، لو انتوا هي كانت بتسال فراخ مشويه قطع صغيره، فراخ مشويه قطع صغيره. لو رجعت للفيديوهات بتاعتنا على الصفحه بتاعتي على الرئيسيه على الفيسبوك او على صفحه الحياه الموجوده على الفيسبوك هتلاقي احنا كنا عاملين الاسبوع ده شيش طاووق يوم الاحد، يوم الاحد كنا عاملين شيش طاووق. هنجيب وراك الفراخ او صدورها هنتبلها بخليط عباره عن شويه من البصل مع طماطمايه مع معلقه زيت، معلقتين خل، معلقتين عصير ليمون، شويه بهارات وشويه زعتر، كل ده بضربه في الخلاط واصفيه. لو انتوا عايزين لو ادوها لون شويه اصفر ادوها شويه بودره زعفران وصفيه وحطه في الفراخ انقعها فيها لمده ساعتين. بعد كده حطها في السيخ وشويها، هتطلع هايله جدا جدا جدا. بعتذر ان وقتنا انتهى، ولكن والله انا ببقى سعيد بلقاكم. يعني كتير قوي بيقولوا لي لقاكم ازاي وانت ما بتشوفهمش. لا انا ببقى موجود في كل بيت مصري، اي حد بيتفرج عليا ببقى حاسس ان انا قاعد معاه بتفرج على البرنامج معاه وحاسس بيه وشايفه قدامي. يا رب دايما تكونوا مستمتعين معانا، يا رب دايما نكون بنقدم لكم معلومات جديده وشكل جديد، ويا رب دايما نحب بعض. بكره معانا الجميله ايه في حلقاتها المميزه، انتظروها وان شاء الله نشوفكم يوم السبت. السلام عليكم.